السلام عليكم. توصل اللجنة تاع الكاف زياراتها التفقدية لملاعب الجزائر، واللي كان المفروض بعد زيارة ملعب وهران المفروض كانت تجي للجزائر العاصمة، لكن تغيرت البرنامج وتم إذن زيارة ملعب النابة اللي يعني راه في أحسن يعني وضعية، وخاصة يعني بعد ما نظمنا الشان هذه وكان فيه عمل متواصل تاع الصيانة تاع أرضية الميدان. إذا الوفد نتاع الكان اللي زار على النابة وعلى وهران يعني خصص فريق خبراء من ألمانيا ليقوم بتفقد التجهيزات والملعب يعني كل المرافق والهياكل نتاع الرياضية في يعني في الملف اللي موضوع في الملف تاع الكان. واقل ما يقال انه المسؤولين تاع الخبراء المسؤولين الالمان منبهرين يعني بالمستوى نتاع المنشات الرياضيه في الجزائر، وهذه وما زال ما شافوش المنشات اللي في الجزائر العاصمه وفي تيزي وزو، ما زال ما شافوش يعني ما زال ما جاوش للعاصمه وتيزي وزو لانهم منبهرين بما شاهدوه في عنابه وفي وهران. وكن مع نهايه الفيديو، السلام عليكم.